اهلا بحضراتكم من جديد. احنا قبل الهوا وزعنا او سلمنا الجوائز للفائزين. احنا كنا الاسبوع اللي فات الجمعه الماضي عملنا مسابقه، كان سؤال وهو كم بطوله حققتها فرق الالعاب الجماعيه سله ويد وطايره في افريقيا الموسم الماضي. والحقيقه كانت اجابتها طبعا 5 بطولات، كان 3 بطولات اليد ابطال دوري وابطال كاس وسوبر، والباسكت ابطال دوري والطايره ابطال دوري. كانت 5 بطولات الحقيقه، وتم مشاركه كبيره خلال على مدار الاسبوع، واخترنا 5 من الفائزين. في طبعا 3 من الفائزين ده السؤال اللي احنا نزلناه الجمعه اللي فاتت، وكان في 3 من الفائزين طبعا ومن جمهور النادي الاهلي شاركوا معانا وجم النهارده واستلموا جائزتهم، وفي 2 ما يقدروش يجروا ظروف، وان شاء الله جاري ان احنا نبعت لهم الهديه بتاعتهم. عندنا اول فائز كان محمد عبد القادر ترباي اللي معانا في الصوره وتسلم طبعا تذكرته قبل الهواء مباشره. معانا الثاني محسين احمد حسين الفائز الثاني وتسلم ايضا تذكرته، والفائز الثالث كان محمد جماد محمد وحصل طبعا على جائزته. والحقيقه بشكرهم جدا وبشكر كل اللي شاركوا معانا حتى باجابه خاطئه وتفاعل جيد مع البرنامج. انا الحقيقه على المستوى الشخصي وعلى مستوى فريق الاعداد كله مملوك الصالات بما سعداء جدا لما بلاقي تفاعل مع جمهور النادي الاهلي، اللي هو الحقيقه احنا موجودين عشان حضراتهم وعشان يعني نلبي طموحاتهم ونلبي طلباتهم في العاب الصالات، ومتابعتهم المستمره لينا دي شرف كبير على وسام على صدورنا كلنا كبرنامج ملوك الصالات. اروح لفقرتنا الثانيه وارحب بضيوفي اللي شرفوني في الاستوديو والعائدون او العائدات من الكاميرون يعني منذ ايام قليله، لاعبات النادي الاهلي ومنتخب مصر الكره الطائره. معايا ايه الشامي لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر واللي حصلت على جائزه افضل ارسال في بطوله افريقيا بالكاميرون. اهلا بيك ايه. اهلا بحضرتك. والف الف مبروك. الله يبارك فيك. مرسي. معلش هارد لك بقى التاهل، عدم التاهل لكاس العالم، ولكن لقب فردي مهم وجديد ليك ان شاء الله. الحمد لله ربنا يخليك. وارحب برحمه حسن طبعا لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر والعائده ايضا مع منتخب مصر. حقيقه منتخب مصر شهد مشاركه 10 لاعبات من قوام المنتخب، رحمه كانت طبعا احد المشاركات بقوه على منتخب مصر في هذه البطوله. اهلا بيك يا رحمه. اهلا وسهلا. منورانا والحمد لله على السلامه. ميرسي منورك. الله يسلمك. الحقيقه يعني اروح لايه. ايه يعني كلمينا عن البطوله، ظروفها، مشاركتنا، كلمينا شويه عن تجربتك مع البطوله دي. هي البطولة احنا كنا عارفين ان احنا رايحين بطولة مش سهلة خالص طبعا، اخر مرة كنا طالعين فيها سادس يعني من 7 فرق تقريبا او 8 فرق، فاحنا كنا عارفين ان احنا رايحين بطولة مش سهلة، بس احنا كنا يعني بنحاول ان احنا نبقى جاهزين لها باكتر طريقة يعني. اتمرنا كتير وكان عندنا بطولة قبليها 23، ويعني يمكن البطولتين كانوا لازقين قوي في بعض. بعدين رحنا كان في فرق كتيرة جدا طبعا، والفرق كلها هناك كويسة ومستعدين من بدري طبعا. دخلنا في مجموعة كان فيها الكاميرون اللي هي صاحبة الأرض والجزائر، وبرضو الجزائر فرقة كويسة قوي، وبتسوانا. بتسوانا برضو فرقة مش وحشة. لعبنا بتسوانا كسبنا، وكنا بدأنا بالجزائر برضو كسبنا. كان طبعا أول ماتش لينا الجزائر إن احنا نكسبه ده كان برضو حاجة كويسة، إن احنا كنا خسرانين منها البطولة اللي فاتت. خاصة الجزائر برضو عندها فرقة مجمع البترول الجزائري اللي غالبا هتكون معانا في الفاينل إن شاء الله في كأس العرب اللي جاي. مظبوط، هي بتبقى فرقة جامدة يعني جاي. معظمها أصلا بيبقى في المنتخب وكده. بس بعدين دخلنا بقى ماتش الكاميرون. طبعا الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور فرقة كويسة جدا، 6 لعيبة محترفين في فرنسا كلهم لعيبة يعني هم أجسامهم ولعبهم مش طبيعي. هم بجد ولاد. بس احنا يعني كنا والله الماتش كان كويس قوي معاهم، حتى هم كانوا خايفين مننا جدا وقلقانين مننا أكتر ناس تقريبا. طلعنا معاهم 3-1، هو ده المشكلة اللي خلتنا إن احنا نلعب كينيا. الفرق كان كبير أيه؟ والله هو مش كبير يعني، يعني احنا لما شفناهم لما لعبوا كينيا كان ماتشنا احنا معاهم احسن، مع ان هما الاثنين بيبقوا قوه، بس احنا عشان يعني نلعب معاهم بطريقه تانية اللي هو نلعب بالسيرف اكتر من القوه، لان هما قوتهم اكيد اعلى مننا. فكان الماتش يعني كان كويس، بس دخلنا مع كينيا بقى للاسف. هو كان هو ده الماتش بقى اللي خلينا نطلع هو ده اللي خلينا نطلع بره. وبعدين كمان في واحده من الست الاساسي اتصابت في الماتش ده، جالها يعني في حاجه عندها في ركبتها لسه مش عارفين ايه هي. ايه خالد. ايه خالد بتلعب سنتر بلوك، فبرضه ده من الحاجات اللي احنا فيها ربنا. بس فدي من الحاجات برضو اللي اثرت علينا طبعا. بس فبعدين يعني لعبنا بقى السنغال، كنا برضو مصممين ان احنا حتى لو احنا مش هنتاهل بس نحقق مركز كويس يبقى على الاقل احسن من اللي احنا خدناه. السنغال جامده برضو، والسنغال هي اللي خرجت تونس يعني.
بس فكانت فرقه كويسه برضه لعبناها وكسبنا 3-0 الحمد لله. بس يلا الحمد لله على السلامه وتوفيق. اكيد هنتوفق ان شاء الله. يعني يمكن اول بطوله لينا هي بطوله النادي الاهلي اللي جاي اكيد ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها رحمه. يمكن انت راجعه من السفر يعني متضايقه شويه من الكاميرون. بلد صعبه شويه الحياه هناك صعبه. يعني هي دي افريقيا احنا يعني خلينا نقول احنا لازم بنصفي من افريقيا. بس كلميني عن البطوله برضو. كلميني انت كنت شايفاها استفدت ايه من البطوله كمان؟ لان طبعا دي اول بطوله ليكي ولا تاني بطوله؟ لا تاني بطوله. تاني بطوله. طب استفدت منها ايه يعني؟ كلميني عن البطوله باستفاضه. لا البطوله طبعا صعبه وخصوصا الناس كمان اعمارها زي مش زينا هناك. اعمارهم اكبر مننا بكتير. يعني احنا اكبر واحده فينا مش هتلاقيها معديه 24 سنه او 23 سنه. هم لا معديين كبار كبار قوي. يعني فانك تدخل في بطوله صعبه كده مع ناس كبيره وبتبقى احتكاكات مع فرق ما بتلعب مش نفس ستايل لعبنا. يعني احنا مهما هنا قابلنا ناس برضو بيبقى نفس السيستم اللي احنا بنلعب بيه. لا هناك بيبقى عندهم مميزات تانية فانت بتبتدي تلعب على مميزاتهم. ما ينفعش تدخل معاه في نفس الميزه مثلا. هم هناك فعلا زي ما ايه قالت هم اقوياء قوي. احنا ما عندناش الميزه اللي احنا اقوياء قوي فبتبتدي ان انت تشوف حلول تانية وكده. فطبعا دي بتبقى خبرات كويسه قوي. و طب هم يعني طول عمر الفرق المصريه بتتفوق على الافريقيه باللعب التكتيكي. انت قلت ان احنا مش هنجريهم في قوتهم. ايوه صح. طب ايه التعليمات اللي انتوا كنتوا بتاخدوها من الجهاز الفني عشان تقدروا إيه زي ما بيقولوا يعني تهدوا تيمبو الجيم نلعب على نقط ضعفهم؟ ايه التعليمات اللي انتوا كنتوا دايما بتنزلوا مركزين عليها؟ التعليمات طبعا ان احنا طبعا مش هندخل معاهم فعلا في القوه وفي الجامب والحاجات دي عشان هم معديينها. فاحنا بنبتدي ندخل من السيرف اللي احنا نقوي سيرفنا عشان احنا عندهم فيرست بول عندهم مش كويسه. ما شاء الله خدت احسن سيرف. واضح ان الموضوع ده جاب نتيجه جامده وخدنا كاس احسن سيرف. فان احنا السيرف مثلا هي عندهم الاستقبال مش كويس. برضو ان احنا نحاول نهدي اللعب. يعني ما هم لعبهم عالي قوي وبطاء شويه فاحنا نحاول ان احنا بنسرع اللعب شويه علشان نسبقهم عشان هم لما بنطلع نضرب هم اطول مننا بكثير وجامب اعلى مننا. فاحنا لو علينا الكور واستنيناهم فالدنيا تبقى وحشه قوي. طب كلميني عن ماتش الكاميرون. الجمهور كان عامل ازاي؟ الصاله كانت مقفوله طبعا. طبعا لا الجمهور ما كانش بيسيبهم نقطه. يعني احنا كنا كسبنا اول جيم الجزائر. لا في ماتش الكاميرون ده كسبنا اول جيم. اول جيم كسبته كمان. انتوا عارف اللي هو انتوا ايه لعبتوا في عدات عمركم. فاحنا لقينا مره واحده الدنيا اتقلبت وخلاص قفلوا الصاله وخلاص. يعني الدنيا يعني كسبتوا شوط كمان من الكاميرون في ملعبها. خرجوا بقى خلاص كده بقى وش تاني خالص. طب هو انا اعرف ان الجمهور ما بيشجعش. يعني الجمهور مش فاهم قصدي. يعني الجمهور اللي في افريقيا حتى لما كنت انا بلعب على يعني في افريقيا الجمهور ما بيبقاش جاي فاهم. تلاقي نادر مثلا يمكن انجولا بس لقيتهم بيفهموا في الباص. فهم ما بقوش فاهمين. هم جايين يعملوا دوشه. لا بيعملوا دوشه. أيوة. طب انتوا كنتوا بتعملوا يعني بتتغلبوا على ده ازاي؟ بتتجمعوا يعني برضو احكي لنا الحاجات الصغيره دي. طبعا احنا كان كمان كابتن ماجد كان بيقعد يقول لنا ان احنا لازم يعني ما تتسرعوش في اللعب. يعني عشان انتوا تجيبوا نقطه وتفضلوا تجروا خلاص عشان ما تتعبوش. عشان انتوا اصلا مع النفس الصاله صغيره مش كبيره قوي. وما فيش حد ما فيش كرسي فعلا فاضي. فالنفس كان ما فيش نفس اساسا. فكان يقعدوا لنا اهدوا شويه. يعني هدوا اللعب شويه. انتوا وقفوا في نص الملعب جبتوا نقطه اهدوا شويه وبعد كده العبوا. يعني ما تجروش علشان انتوا هتتعبوا وانتوا مش زيهم. صحيح. بس طب واللي برضو يعني حته الجمهور برضو انا يعني بتك عليهم شويه. كنتوا بتلاقوا ازاي تفاعل في الشارع ولا هم ما كانوش داريين بالبطوله اصلا؟ يعني لا يعني لا بالعكس يعني هم تقريبا هم عندهم الوالي دي حاجه معروفه قوي مصورهم في الشارع وكده. يعني فلا يعني كانوا عارفيننا وبيجوا يتصوروا معانا. بس بعد ماتش الكاميرون اول ما خسرنا منهم كمان خدتوا صوت منهم. فطبعا يعني كان الموضوع بالنسبه لكم صعب. طب خليني بعد بقى انتوا ما كنتوش عايزين تقابلوا كينيا في قبل النهائي. كنتوا عايزين تقابلوا السنغال صحيح لو كنتوا خدتوا اول. طب السنغال ماتش التالت والرابع مشي ازاي؟ خلص كام؟ لا خلص 3-0. 3-0 يعني فرق كبير. هم فرقه مش وحشه. فرقه كويسه قوي. كان التاول هو كان ماتش كاميرون. هي كانت مجموعتكم كانت صعبه. يعني انتوا لو كنتوا الناحيه الثانيه كان ممكن توصلوا الفاينل بسهوله. كان هيبقى احسن بكتير. يعني صح ايه مش كده؟ يعني انتوا لو الناحيه الثانيه وتاهلتوا ولعبتوا مثلا نقول للسنغال او تقابلتوا مين في السيمي فاينل كان هيبقى احسن. يعني كنا بس يعني كنا ممكن نقدر نكسب كينيا عشان برضو ما نلعبش كاميرون. بس يعني كانت كينيا هتبقى احسن لنا. يعني حتى احنا في ماتش الكاميرون على فكره احنا في الجيم الثاني
كنا 26 24 او 28 26. ده ماشي كلوز جيم قوي يعني. كمان هو نقطه في الحكم حسب لنا نقطه علينا وهي مش علينا خالص، بس هي دي اللي قلبت الجيم، هي دي اللي قلبت الجيم كله علينا. فبالتالي يعني احنا لو كنا كسبنا الجيم ده كنا اكيد هنكسب الماتش. طب التحكيم افريقي ولا كانوا جايبين طقم اجانب؟ لا لا، كان جزائري تقريبا وتونسي. طب خليني اقول لك برده الجائزه اللي انت خدتيها احسن ارسال في البطوله، يعني كلميني ازاي انت كنت متوقعاها ولا لا؟ ايه اللي انت عملتيه شايفاه زياده عن اي لاعبه في البطوله؟ هو انا ما كنتش متوقعه بصراحه يعني، بس هو يعني بعد ما فكره يعني كلنا تقريبا بعد ما احنا خلاص خسرنا يعني متاهلناش، كان خلاص ما يعني مش فارق مع حد اي حاجه، حتى لو اخدت حاجه لنفسي مش هحس بفرحه. صحيح. اللي هي فرحه التاهل دي كان بالنسبه لنا حاجه اكبر حاجه، فاكيد لما خدتها اتبسطت شويه، بس برضو يعني لسه عندي اللي هو يعني عندي. خلي بالك برضو انتوا بتتحسنوا. ايه خلي بالك، انت قلت لي خدنا سادس اخر بطوله، البطوله دي بناخد ثالث، تهيالي مع شويه اعداد وشغل وشويه تدريب حتى بالذات في النادي الاهلي، لان اغلب اللعيبه من النادي الاهلي، فاللي ممكن نوصل للفاينل. ممكن نوصل يعني، خصوصا ان احنا اصلا على طول كنا بنخسر من الجزائر وتونس، فان احنا دلوقتي ابتدينا ان احنا نبقى بنخسر، واخر مره كسبنا كينيا خسرنا منها مره، كسبنا مره، فاللي هو يعني احنا ابتدينا فعلا نخش الموضوع. بس هو الفكره ان هم يعني مثلا الجزائر وكينيا على طول بيلعبوا في دوري عالمي، بيلعبوا في حاجات احنا مش بنخشها اصلا. صحيح. يعني مصر ما بتخشهاش اساسا. طب قولي لي، يعني احنا كاس عالم بيتاهل اثنين، احنا عندنا الاولمبياد بيتاهل واحد. حددوا البطوله اللي جايه فين ولا لسه؟ اليابان. ده كاس عالم. بطوله افريقيا بقى، بتكلم عن بطوله افريقيا. حددوها؟ لا لسه ما بتحددش دلوقتي. لا لا. طب انت تتمناها تيجي مصر يعني، عشان نقدر يعني على الاقل عامل الجمهور والتحكيم ده؟ يعني انا بشوف ان يعني بطوله الولاد اكيد تبقى صعبه، بس مش زي البنات، لان البنات احنا عندنا القوه عندنا اكبر بكتير، والولاد في مصر هنا بيبقوا مسيطرين اكتر. وكمان هما بياخدوا ثلاث فرق مش اثنين في الولاد. ده في الولاد. فاحنا لما يعني بطولتنا احنا تيجي مصر احسن لنا، عشان تبقى في الجمهور بقى وكده. هل المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد اكيد يعني يتمنى يكون شايفنا، ويتمنى يسعى في الموضوع ده، بس تبقى مع البطوله المؤهله لكاس العالم، يمكن اربع سنوات البطوله المؤهله للاولمبياد يمكن بتهالي بتكون صعبه شويه. هي مش كده؟ هي تقريبا نفس بس الفرق، بس تاخد اول. انا قصدي اقول صعوبتها مش بس نفس الفرق، صعوبتها ان هم بياخدوا اول. اللي بيطلع من البطوله اول هتبقى برضه حظوظنا اقل شويه، انما لو بياخدوا اول وتاني، يعني انا بتكلم احنا هنلعب على البطوله الافريقيه اللي هي كمان اربع سنين، ممكن مش تبقى اربع سنين، لا هي تبقى سنه 2020، تبقى 2020 كمان ثلاث سنين تقريبا ان شاء الله. طيب قولي لي برضه، يعني انت احنا عندنا بطوله افريقيا مع النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن حمدي الصافي كان ضيفي في الاستوديو من اسبوعين ثلاثه، وقال لي ان هو بيسعى بقوه انه يجيبها الاهلي، واحنا بعتنا اوريدي خلاص ان شاء الله ولاد وبنات. شايفه دي ممكن تبقى برضه اضافه لينا، ولا الفرق الكينيه والفرق الكاميرونيه بتبقى ضعيفه من زي المنتخب؟ لا لا، هما يعني خلينا متفقين ان احنا المنتخب هو تقريبا هو اللي في النادي، يعني الناس اللي في المنتخب هم اللي في النادي، وما فيش حوار صعبه وسهله. لا بس هي تيجي على ارضنا طبعا دي هتبقى حاجه كويسه، لان احنا في الكاميرون هناك ماتش الكاميرون ده فعلا من غير الجمهور بتاعهم، ومن غير التحكيم، الاخطاء التحكيميه اللي كانت فيه دي، كان الماتش مش هيبقى كده، ما كانش هيطلع 3-1 يعني. هو حتى لو كنا خسرنا كنا ممكن نخسر 3-2 مش 3-1. بس بتهيألي انا كنت بتكلم على بطوله الانديه مع النادي الاهلي، انت شايفاها بطوله افريقيا لو جبناها مع النادي الاهلي هتبقى الفرقه الكاميرونيه؟ لا انا قصدي اقول الفرقه الكاميرونيه، يعني انا دايما اشوف المنتخبات بتبقى اقوى. انتوا بتقولي محترفين بره، يعني يمكن في البطوله الافريقيه بيبقى اقوى منافس هي تونس بفرقه، لان انديتهم بتبقى قويه. شايفه ان في مجموعه مثلا ممكن من الكاميرون مش محترفات، او مجموعه من شايفاهم ممكن يجوا اول بطوله دي، ولا الموضوع لا لا هم اعتقدش هم بيهتموا بالانديه زي المنتخب، وبيجوا عشان الانديه بس. ودي تدريبات ليكم مع النادي الاهلي على فكره وانتم مسافرين، بس لما ترجعوا بقى كابتن حمدي مش هيسيبكم. سالتوا التمرين انت ولا سالتوه؟ ولا مش عايزين؟ بكره خلاص لازم التمرين يا سيدي. تمام. تمام. مش هزار بقى. كابتن حمدي مش هيسيبكم. مش هزار خلاص. طب خليني اقول برضو حاجه مهمه، برضو غياب مريم متولي برضو اكيد بتهالي فرق معانا شويه. طبعا فرق معانا كتير. يعني مريم طبعا سنتر بلوك قوي جدا، ف احنا كنا محتاجينها قوي في البطوله دي. يعني من الحاجات اللي فرقت معانا كانت مريم وندى برضو. ندى واحده بس الشمس يعني. شايفه كده برضو ايه غياب مريم؟ طبعا يعني كان هيفرق معانا جدا يعني. يعني هم طبعا الموجودين طبعا كويسين، بس احنا كمان كفرقه هم ناس يعني مريم وندى ما شاء الله معروفين هناك كمان بره، فيعني هم ليهم مكانهم قوي بره، فهم لو كانوا معانا كانوا هيفرقوا جدا طبعا. بس يعني برضو الموجودين بصراحه كانوا كويسين يعني. تهيألي بعد ظهور المنتخب بالشكل ده
يعني واخدين ثالث وجايين برضو اداء كويس، حتى لما خسرنا على بطوله المجموعه مع الكاميرون خسرنا بشرف والماتش كان كلوز. يعني انت بتقولي ماتشنا مع الكاميرون كان افضل كتير من ماتش الكاميرون وكنا في الفاينل. طيب خليني اقول يمكن ده هيخلي نظره الاتحاد الافريقي تختلف شويه، الاتحاد الدولي يدينا مقعد في بطوله العالم للانديه ولا لا؟ يعني انا بتمنى بصراحه، يعني هو احنا ابتدينا فعلا، انا شايفه كانديه وكمنتخب احنا ابتدينا فعلا مستوياتنا يعني تعلى، سيستم لعبنا بقى سريع زي بره، يعني ما فيش اي فرق، بس هم اصلا مش بيدونا الفرصه اللي احنا نلعب بره عشان نبقى زيهم، هم بيحرمونا حتى من الموضوع ده. صحيح يعني صحيح. انا شايفه ان هم مش بيدونا الحق، يعني حقنا اللي احنا نروح ان احنا نلعب معاهم، هم بيحكموا علينا اللي احنا لا، بيرفضوا على طول. صحيح، بس انا شايف احنا كاتحاد طايره لازم نحارب على حقنا ده. بصراحه يعني لازم اتحاد الطايره يعني الجديد ان شاء الله، وطبعا كابتن هناء حمزه طبعا فازت وابنه النادي الاهلي، لازم الحقيقه يكون ليها دور كبير انها تحارب مشاركه النادي الاهلي في بطوله العالم للانديه. اعتقد هم هيعملوا كده، يعني اعتقد ان شاء الله فكر جديد واكيد هم هيعملوا كده. طب يعني ايه، انتوا عندكم سوري رحمه، انتوا عندكم بطوله الانديه، يمكن شفنا لقطات من البطوله العربيه مع فريق مجمع البترول الجزائري، عندنا في شهر 12 ان شاء الله هتبقى برضه في القاهره. شايفاها ازاي البطوله العربيه؟ شايفه الفرق برضه هيبقى غالبا هي المولوديه برضه اقوى، ولا ممكن كرتاج يجي برضه لو بطل افريقيا يجي؟ لا هو احنا اللي عرفنا ان كرتاج جاي ان شاء الله، فهم لو جايين هتبقى بطوله صعبه برضه. اعتقد الشمس هيخش، والشمس كمان هتخش من هنا من مصر. الشمس الشمس عاملين فرق هم منافسين الدوري اعتقد كمان ده. هم منافسين بتوعنا في الدوري، فلا البطوله هتبقى صعبه مش سهله خالص. يعني هيبقى في منافسه على الاقل هيبقى في اربعه الشمس واحنا وتونس والجزائر كرتاج ومجمع البترول اللي هو كان في الاصل قبل كده كان المولوديه الجزائري. طيب يعني المباراه دي برضو يعني برجع لها، دي كان الفاينل وكان وجود جمهور النادي الاهلي في صاله 2 في استاد القاهره. يعني تتمني ده يعود تاني ولا لا؟ يا ريت بجد، يا ريت، عشان هم فعلا ساعدونا كتير قوي قوي في الماتش ده، يعني ماتش بجد احنا كنا شايلين همه قوي من اول ما الباب اتفتح والجمهور دخل كده، احنا حسينا ان احنا بنلعب، يعني كله طالع الماتش ده بيقولوا احنا مش عارفين احنا لعبنا ازاي من كتر ما الجمهور هو كان محمسنا قوي في الماتش، واحنا مش حاسين احنا بنلعب كويس عشانهم. عشانهم بس بتهيألي بقى في البطوله اللي جايه لا لازم يجوا لنا بقى ماتشين ثلاثه، لازم يجوا مشوارين ثلاثه كذا مره كذا مره مظبوط. يعني اصلا الفرقه دي احنا كنا قبل الماتش ده كسبينها 3-2 وبعد الماتش ده كسبناها 3-1 برضو او 3-2، يعني الجمهور كان يعني هي فرقه كويسه جدا، بس فعلا الجمهور يعني كان فعلا نص اكتر من نص المكسب بتاعنا. طب قولي لي بس يعني بس بيتهيألي الجمهور بقى في البطوله دي زي ما بقول لك هيجي مشوارين ثلاثه، هيتعب معانا شويه، لازم يتعب معانا الفتره الجايه مش هيجي بقى على الفاينل وبس. ان شاء الله في فرقتين ثلاثه تقال. عشان هو فعلا بيفرق، يعني بيفرق جامد جدا، يعني احنا حتى لما احنا بنلعب هناك في الكاميرون في الدول دي هو بيفرق علينا كمان، يعني احنا لما بنبقى مثلا بيبقى الجمهور مع الكاميرون بنحس ان في فعلا ضغط علينا. صحيح يعني صحيح. فيعني لما هم بقى لما احنا جينا هنا في مصر ولعبت انا بالجمهور كان اول مره العب بصراحه بالجمهور كده، حسيت فعلا ان في فرق، الواحد بيلعب وهو مرتاح جدا. طبعًا يعني طبعًا, طبعا طبعا واي كره بتلاقي تفاعل الجماهير معاك بتخلي اللعيب يطلع كل اللي احسن. أيوة تحس ان انت زي ما بيقولوا ليكي ظهر في الملعب بالظبط. صح، حتى لو غلطه بالزبط. تحكيميه والجمهور بيثور عليها بيبقى يعني رد او على الاقل بدون ما بنشعر بيخلي الحكم يتراجع. ايوه مظبوط، يعني دي حقيقه. طب قولي لي برده خلينا نتكلم على يعني كان معايا الحلقه اللي فاتت كان كاترين اللعيبه المحترفه اللي جت جديد انضمت يعني ليكوا في الفريق الاهلي، انت شايفه ازاي المحترفه؟ اتمرنتي معاها قبل ما تسافر ولا ما لحقتيش؟ لا لا انا ما شفتها، ما حدش فينا لغايه دلوقتي شافها، بس هم يعني تقريبا كله بيقول عليها كويسه، يعني بيقولوا عليها انها مميزه يعني. يعني طب الجروب الواتساب ما بيتقالش عليه حاجه برضه ولا ايه؟ هنشوفها بكره ان شاء الله. طيب خلينا ناخد يعني مداخله مهمه مع الكابتن او كابتن الفريق نهله سامح احد نجوم النادي الاهلي. ازيك يا نهله؟ الو الو، ازي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ وحشانا كتير والله. الحمد لله وحضرتك والله. طمنينا عليكي، طمنينا على الفرقه، طمنينا على كل حاجه، قولي لنا يعني الدنيا كانت ماشيه معاكم هناك ازاي والدنيا هنا ايه، يعني طمنينا عليكي وعلى الفرقه. ما فيش، الحمد لله طبعا كانت بطوله صعبه. والحمد لله مثلا احنا كان عدد كبير جدا من الاهلي في البطوله، كان 10 لاعبات منهم لاعبات كتير صغيرين كان اول مره يشاركوا يعني مع منتخب الدرجه الاولى. فطبعا كان هناك يعني طبعا فرقه جامده، حضرتك طبعا عارف كده والكاميرون قد ايه فرق في النهج كبير وعندهم خبره كبيره ولعيبه معظمهم محترفين. فطبعا يعني احنا الحمد لله احنا كنا طبعا نتمنى ان احنا نتاهل، بس يعني للاسف كنا قابلنا فريق الكاميرون في المجموعه فخسرنا قدامه يعني صاحب الارض.
بس وللاسف يعني طلعنا المركز الثالث، بس الحمد لله يعني احنا تعتبر فرقتنا كلها معظمها يعني سنها صغير عن باقي الفرق الموجوده. طب نالا، كان ايه بتقول ورحمه معايا قبل انت ما تكوني معايا الهوا، كانوا بيقولوا ان احنا بنقرب، يعني احنا كنا بعيد وبدانا نرجع تاني لمكاننا الطبيعي، شايفه ده ولا شايفه حاجه تانيه؟ لا فعلا فعلا، انا بقول لحضرتك هي يعني اخر مره اشتركنا في البطوله دي للاسف حققنا مركز خامس، فاحنا الحمد لله ابتدينا نرجع تاني. يعني احنا كمان انا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا مجرد عدم التوفيق وممكن غلطه تحكيميه في ماتش الكاميرون فرقت معانا جامد، يعني كنا هنبقى 2-0 لينا. صحيح، احنا فعلا قربنا كتير جدا، ويعني زي ما بقول لحضرتك معظم الفرقه صغيره، فانا اعتقد ان شاء الله يعني باذن الله تبقى مستقبل لينا ان شاء الله. ان شاء الله. طب قولي لي يعني، طب انت بقى خلاص رجعت النادي الاهلي، عرفت ان اول تمرين بكره على المعمعه على طول، طيب انت انت شايفه يعني الموضوع مع النادي الاهلي ازاي؟ شايفه طبعا بطوله عربيه في شهر 12 جايه، دي بتبقى بطوله مصغره من بطوله افريقيا، شايفة الدنيا ماشية ازاي؟ التخطيط ماشي ازاي؟ يعني كلمينا عن الموسم كله. هو انا طبعا يعني كان كابتن حمدي طبعا متواصل معانا من واحنا حتى واحنا في المنتخب، قلنا قد ايه ان شاء الله ان احنا يعني اول لما رجعنا خلاص ما فيش وقت على البطولة العربية، وزي ما حضرتك قلت طبعا يعني هي افريقيا مستقرة، بيبقى معانا فرق تونس والجزائر هم اوريدي بينافسوا يعني في البطولة الافريقية، فاحنا كان يعني كابتن حمدي كان متابعنا من واحنا هناك، وان شاء الله بكره هنبتدي ننزل معاهم، وان شاء الله يعني ناويين ننزل السنه دي ان شاء الله نحقق الرباعيه ان شاء الله ونرجع افريقيا ان شاء الله جاي. ان شاء الله بالتوفيق، كل التوفيق ليك يا نهله سامح، طبعا كابتن فريق الكره الطائره والسيدات بالنادي الاهلي واحد النجوم زي ما بيقولوا يعني الكنترولر او المايسترو بتاع الفريق، كل التوفيق ليك يا نهله. يمكن بيبقى شعور حلو لما تلاقي كابتنك في النادي الاهلي معاكي برضو في المنتخب، بتبقوا عزوه صح؟ اه طبعا، مش حلو خناقه بس هي بتبقى عزوه. انتوا بتحسوا بكده الحقيقه يعني؟ اه طبعا يعني. لا واحنا كمان الفرقه يعني كنا 10 من الاهلي واربعه بس من النوادي الثانيه، فكنا يعني حتى انا هم يعني جايين النادي الاهلي بس مطعم بلاعيبات ثانيه. طب قولي لي برضو يعني كلميني بقى، خلينا نخرج من جو الفني بقى والحاجات دي، خلينا نخش شويه في الجو يعني ايه اللي هو الفرقه قولي لي اغرب موقف تعرضت بيه هناك، يعني ايه الموقف اللي حصل يعني خصوصا ان احنا بنلعب في افريقيا السمراء، كاميرون دي افريقيا سمراء ما فيش هزار، حصل حاجه كده موقف يعني بينكم وبين بعض في تنقلات في خروجه في حاجه، احكي لنا برضه. لا هي ما فيش، هو احنا موقف بس اللي احنا كنا واحنا بناخد الميداليات، فاحنا طالعين ثالث فبس هم خلاص خدنا الميداليات، واول خدوا والثاني خدوا، احنا واقفين الجمهور نزل سايب الناس كلها وجاي يتصور معانا، احنا واخدين ثالث اصلا مالناش علاقه بالبطوله دلوقتي، وسايبين الكاميرون وسايبين كينيا وجايين يتصوروا معانا، احنا ما كناش عارفين نخرج اساسا، احنا الاول احنا بس الصور دي نتاهل مش محتاج حاجه ثانيه، بس كانت غريبه. انا اقول لك ليه، لان مصر في الدول دي مصر كبيره قوي، انا بقول لك بامانه يعني اسم مصر ولاعبين مصر ولاعيبات مصر بيبقوا مشاركتهم في اي بطوله زي دي حتى لو خسروا بيبقوا هم نمره واحد. يعني يمكن انتوا لاحظتوا ده لايف في الكاميرون، شايفه كده ولا لا؟ يعني انت حقيقه فعلا هم فعلا يعني لسه كنت بقول لحضرتك، هو الكاميرون كانت عامله لنا احنا اكتر فرقه عامله لنا حساب، مع ان يعني فرقه كينيا جامده وهي برده السنه اللي فاتت كانت مع كينيا وكده، بس كانت عامله لنا احنا حساب يعني عامله على طول لمصر، يعني اللعيبه لما بيتسالوا او كده بيقولوا لا مصر خايفين من مصر، فهم دايما عاملين لمصر فعلا حسابين. طب انت تعرضتي لموقف غير ده تاني؟ اول موقف ده كان صعب جدا. طب هو كان الاوتيل الجمهور كله نزل الصاله، كنا بنشيل فوق ده جنبنا والله كله نزل الصاله، مفيش اي كنترول طبعا، يعني مفيش، احنا ما كناش فعلا عارفين نخرج، خضيته جامد، ما كناش عارفين نخرج من الصاله نفسها، يعني هو الصاله نطلع بره ما كناش عارفين نخرج بقى، ابتدى الامن يشدنا بقى، ابتدى بقى الكباتن يخشوا يشدوا اللعيبه عشان نعرف نخرج، فالموضوع كان صعب جدا. موقف صعب جدا الحقيقه، برده حاجه ممكن تخض برده، لان طبعا طبعا ممكن يحصل مضايقات، لان مش كل الجمهور فاهم يعني ممكن يحصل مضايقات. اكيد اكيد. طب خليني اتكلم معاكي برضو في حته تانية، يمكن غير يعني بره شويه الطايره، يمكن الاوتيل بتاعكم كان بعيد عن الملعب ولا لا؟ كان تنقلات ازاي يعني؟ خلينا برضو في اجواء البطوله شويه. لا لا احنا الاوتيل كان، هو احنا اصلا اول ما رحنا ودونا اوتيل كان مش كويس، ما كانش حلو خالص، كنا احنا تقريبا الدوله الوحيده اللي هتقعد فيه، يعني مصر بس اللي كانت هتقعد في الاوتيل. كانوا بيقولوا لنا مع غانا وفرقه كمان، بس هم الفرقتين دول ما جوش اصلا، فكانوا هيقعدونا احنا بس فيه، هو اوتيل مش حلو، ما كان يعني احنا شفناه ما كانش نظيف وكده، بس فهم اعترضوا، كابتن اتكلموا كده فودونا اوتيل تاني، هو قريب من الصاله جدا، 5 دقايق تقريبا. الفرقه كلها قاعده بقى في الاوتيل ده؟ لا برضو احنا وتونس والجزائر
والسنغال. الفرق التانية كانت قاعدة في اوتيل تاني. طب الاوتيل اللي احنا كنا قاعدين فيه زمان، يعني احنا لما سافرنا الكاميرون قبل كده كنا قاعدين في الاوتيل اللي هم كانوا. طب انهي احسن، الاوتيل اللي احنا كنا قاعدين فيه البطولة دي ولا الاوتيل؟ لا لا، الاوتيل اللي احنا كنا فيه ما كانش وحش بصراحة. يعني كان عادي، اوتيل طبعا دولة افريقية يعني طبعاً. بس يعني قاعد فيه افضل من الاولاني، بس كان قريب من الصالة وكان على طول بصراحة بقى كان فيه بس على طول معانا اي حتة عايزينها. 5 دقايق من الملعب. كنا على طول يعني قريبين منه جدا. طب رحمه قولي لي يعني الاكل عملته في ايه بقى؟ طبعا يعني يمكن احنا اولاد لما بنسافر ما عندناش حد بيعرف يطبخ ولا حاجه ولا بتاع، فبيبقى صعب. انما انتوا ممكن تكونوا برضه بتعملوا نفسكم حاجه. ولا احنا والله. لا لا لا، دي مشكله كبيره بقى. كنتوا بتعملوا ايه في الاكل؟ كنا بنجيب اكل، احنا جايبين اكل معانا بقى، تونه والحاجات اللي المعلبه دي، عشان الاكل هناك صعب قوي يعني. هو كنا ناكلش حاجه. مفيش مراحه كده طبخنا طبخه صغيره كده؟ لا مفيش امكانيات. يعني برضه حتى عايشين على المعلبات، ما كان اكل الاوتيل ما كنتوش بتاكلوه خالص؟ يعني حاجات خفيفه قوي، ممكن مكرونه فاكهه. فاكهه بس يعني، مكرونه كده كانت صعبه برضه. قوي المكرونه كانت حالتها صعبه. سننا في المكرونه مش عارفه ازاي. طيب مين كان اكتر واحد يعني نفسه بتجيبه شويه ياكل من الاكل، ولا كلكم من الاكل الاوتيل؟ لا ما كانش في حد بياكل من اكل الاوتيل قليل خالص. يعني هو الفاكهه فعلا او المكرونه دي، العسل الحاجات دي بس. يعني حاجات بناكلها كمان قبل الماتش عشان احنا مضطرين، يعني لازم ناكل مكرونات وحاجات دي قبل الماتش، لكن غير كده لا ما حدش كان بياكل. طيب وبرده بالنسبه لل يعني طبعا الاكل مهم، طب انتوا قبل الماتشات كنتوا بتعملوا ايه؟ محتاجين بروتينات، محتاجين كالوريز، محتاجين حاجات دي، هو بس الفاكهه والحاجات اللي جايه من مصر، ولا كنا ممكن نجيب اي حاجه ثانيه من بره؟ يعني ما نزلناش سوبر ماركت جبنا لا حاجة. لا نزلنا، كان بينزلوا يجيبوا لنا حاجات برده عشان الماتشات وكده. هو اصلا المدير بتاع الاوتيل هو المفروض هو من تونس. هو كان ماشي معانا كويس قوي قبل ما تونس يخرجوا من اول ما خرجوا بقى مش حاطين لنا اكل اساسا. يعني في نقطتين يعني بالنسبه لكم مهمين، الماتش اللي خدتوه بالكاميرا وخروج تونس عشان مش ناكل بقى. خليني برضو اتكلم على حاجه ثانيه، يعني بعيد عن كده، انا سمعت ان انتوا كنتوا هتجيبوا قرود وانتوا جايين. يعني ايه الفكره؟ مين صاحب الفكره؟ انا بحب القرود قوي. انت بتحبي تربي القرود وبتاع؟ طب انتوا شفتوا فعلا القرود بتتباع هناك ولا لا؟ لا احنا رحنا لحديقه الحيوان دي بس، فكان في القرود وكده فسالنا يعني، بس ما طلع ما ينفعش نجيب منه. نطلع بيه بس. كانت فكره يعني بتراوقكم بقوه. جدا. يعني ايه رايك في الفكره دي؟ ايه كان نفسنا والله، بس هم قالوا لنا مش هزار يعني، كنا عايزين نجيب، كلنا كنا عايزين نجيب قرود بس قالوا لنا مش هينفع تخش بيها مصر. لازم بقى تصاريح وحاجات كده. ما جربتوش تشوفوا البغبغانات الحاجات دي هناك برضه؟ لا ما شفناش خالص بغبغانات للاسف. انتوا واضح ان انتوا رحتوا لعبتوا. ممكن لو كنا شفنا كنا نجيب احنا. كنا عايزين نجيب اي حاجه. لا الكاميرون فيها بغبغانات اللي هي بيسموها الافريكان جراي، اللي هي بيبقى رمادي وديلها احمر، موجوده في الكاميرا. ما شفتهاش دي خالص. ازاي يا والله مش فاهم. يعني انت الحيوانات كانت غريبه قوي هناك. عايز اقول لك يعني في ناس كتيره جدا بتروح هناك عشان تجيب البغبغانات دي. والله ما كناش نعرف. هنروح تاني خلاص. قررت نروح تاني نجيب بغبغان. بس خلي بالك برضو يعني كاميرون ممكن هتروحها كتير. كينيا لان برضو هي بتنافس تونس، ممكن يعني برضو يعني هم 3-4 دول بس هم اللي بينافسوا، فهيبقى صعب. يعني هيبقى انتوا ما بين 3-4 بطولات دي، فلازم تتوقعوا ان حتى في المستقبل ممكن تبقى البطولات في الدول دي. ما هو طبيعي، بس خلاص تعودنا يعني على الدول الافريقيه. طيب قولي لي بالنسبه لافريقيا مع النادي، يعني ان شاء الله دي ممكن تكون في شهر 4 تقريبا، اي مش في شهر 4. شايفاها ازاي؟ شايفه ان هي يعني هتبقى مهمه طبعا ان احنا ناخدها ولا لا؟ يعني كلمي عنها، لان احنا في بطولات افريقيا كتير. يعني عندنا اليد واخد سوبر افريقيا، واخد ابطال الكؤوس رجال، خلاص تنظيمهم عندنا ان شاء الله. انتوا والطايره شايفه ده ممكن يساعد بشكل كبير ان احنا ناخد مكاننا تاني ولا لا؟ طبعا. وكمان هي لو عندنا كمان في النادي ده هيساعدنا كتير بعد اللي حصل السنه اللي فاتت. الدروب اللي حصل مره واحده ده، يعني لو هي عندنا في وسط جمهورنا هم هيساعدونا كمان كتير قوي ان احنا نرجع تاني. يعني احنا خدناها مرتين والسنه اللي فاتت، بس هو اللي حصل الدروب ده. فاحنا محتاجين ان احنا نبقى هنا كمان في الاهلي عندنا في وسط الصاله والجمهور وكده، عشان يساعدونا ان احنا نرجع تاني ونسترد اللقب يعني ان شاء الله. طب رحمه قولي لي يعني نهايه لقائي، طبعا ما اقدرش اقول كده، طموحاتك ايه في الفتره الجايه؟ نفسك في ايه؟ يعني اي لعيب بيبقى له طموحات على المستوى الفردي ومستوى الفرقه، نفسك في ايه؟ ان شاء الله البطوله اللي جايه بتاعت البطوله العربيه دي ان شاء الله ناخدها، وان احنا نركز بعد كده في الافريقيا، وعايزين ناخد ان شاء الله الاربع بطولات بتوع الاهلي، دوري وكاس وافريقيا وعربيه، علشان يبقى سيزون كويس يعني، عشان حتى نبقى عنده حسن ظن كابتن حمدي عشان هو خلاص يعني تعب مننا.
لا ان شاء الله تكسبوا باذن الله. ان شاء الله يا رب. اي طموحاتك ايه للفتره اللي جايه؟ طبيعي يعني ان شاء الله ان احنا نبقى يعني انا هدفي قوي الصراحه ان احنا نرجع تاني بطوله افريقيا ان شاء الله للنادي الاهلي يعني، خصوصا بعد ما هي راحت مننا السنه اللي فاتت، وطبعا بقى الدوري والكاس والعربيه ان شاء الله. خلي بالك الدوري السنه دي برضو الشمس بينافس بقوه الدوري الرئاسي، والزمالك كمان ابتدى يجي ابتدى يجيب ناس وكده، فالدوري بقى سهل برضو حتى الدوري مش محسوم يعني محتاجين كله دلوقتي ابتدى يمرن بقى من بدري يعني كله ابتدى السيزون من بدري عشان يركزوا السيزون ده. انتوا بصراحه فريقكم فتحت نفس الانديه بامانه ان هي تبقى عندها طيب يعني بصراحه، واحنا يعني على طول كمان احنا يعني التمرين على طول يعني حاجه اساسيه جدا على طول، يعني احنا ما لحقناش نقعد يومين اهو نازلين تمرين. دي الضريبه يعني لا يعني احنا مش بنتضايق كمان، احنا بنبقى يعني احنا عارفين ان احنا لازم نعمل كده عشان نوصل في الاخر للي احنا عايزينه. صحيح، برافو. يعني في نهايه لقائي طبعا اكيد بشكرك ايه والف الف مبروك على كاس احسن سيرف او احسن ارسال في بطوله افريقيا، نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك، ميرسي. رحمه، متشكر جدا، نورتيني وشرفتيني، والحمد لله على السلامه ومزيد من التوفيق ان شاء الله. الله يسلمك، ميرسي لك. اعزائي المشاهدين، في النهايه طبعا لا يسعني غير نشكر طبعا نجماتي اللي كانوا معايا، ايه الشامي ورحمه حسن، لاعبات منتخب مصر والنادي الاهلي اللي لسه راجعين من الكاميرون. طبعا بشكرهم في نهايه اللقاء، وبشكر حضراتكم على المتابعه. انتظرونا الجمعه اللي جايه هنجيب لكم كل ما هو جديد داخل اسوار النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا الجمعه القادمه.